الو الو، اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا فيك شيف، كيف حالك؟ خير الله يسلمكم. ايش حتاكلنا اليوم؟ اليوم حنعمل لكم فتة مسخن. طبعا الله. في البداية احب اقول لكل المستمعين مبارك عليكم الشهر، وكل سنة وانتم طيبين. اليوم حنعمل فتة المسخن. طبعا المسخن الفلسطيني معروف جدا، واكلة تاريخية وشعبية معروفة. لو نجي نتكلم على المسخن، طبعا طريقته الأصلية مختلفة تماما عن الفتة اللي احنا اليوم بنشتغل عليها. مشهورة الصواني في المنطقة الغربية، أو مشهورة سفرة الإفطار في المنطقة الغربية عادة بالصواني. فاليوم احنا حابين نعمل فتة المسخن بطريقة كده مبتكرة وجديدة. ندخل كده معاكم على المكونات بشكل عام. حنحتاج طبعا صدور دجاج تنسلق ونفتتها كده يعني بعد السلق. نعم. نحتاج طبعا بالنسبة للبهارات السماق والفلفل الأسود والهيل المطحون والقرفة. حنستخدم الخبز المحمص أو المقلي. حنستخدم عليها برضو شوية من مكعبات البطاطس بالإضافة إلى الجزر المبشور. ندخل كده معاكم على مكونات الصوص. الصوص اللي حنعمله لفتة المسخن حيتكون من اللبن الزبادي والطحينة وعصير الليمون وشوية مايونيز مع الثوم المهروس. طيب نيجي للطريقة. نبدأ طبعا في البداية نسلق صدور الدجاج في الموية مع إضافة الفلفل الأسود والملح ورق الغار. نصفي الدجاج ونحافظ على كمية بسيطة من مرق سلق الدجاج. نقطع الخبز إلى شرائح طولية وعرضية عشان نحصل على المربعات أو المعينات، وينقلي في الزيت أو يتحمص في الفرن. طبعا مجرد كده يصير كريسبي معانا ويقرمش، حيتصفى من الزيت ويتجنب على جنب. حنشوح البصل في زيت الزيتون، أول ما يذبل معانا حنضيف عليه الدجاج المسلوق بعد ما نفته، وحنضيف عليه طبعا البهارات. عندنا طبعا الهيل المطحون والقرفة والفلفل الأسود بالإضافة إلى السماق. السماق طبعا أساسي جدا في المسخن. حنضيف عليهم كمان رشة عصير ليمون وشوية بقدونس والقليل القليل من دبس الرمان. صارت عندي حشوة الدجاج جاهزة، وعندي الخبز برضو جاهز، والصوص كده على جنب. نبدأ نجيب الصينية ونرص كده المكونات بشكل طبقات. هنحط أول حاجة الخبز المحمص، طبعا عندنا البطاطس برضو مقلي. هنحط البطاطس، طبقة من البطاطس المقلي، مكعبات البطاطس المقلية. هنرش عليها برضو رشة من السماد. نرجع نضيف طبقة من حشوة الدجاج، ونضيف كمان فوقهم في الأخير الصوص، ونزينها بالصنوبر مع دبس الرمان. وأحلى طبق فتة مسخن على مزاجكم. يعطيك العافية، شهيتنا مرة شهاني. ما عاد أنا ما أحب المايونيز، هذا كنت بقوله باي ذا واي، بس مرة أحب الفتة بس من غير مايونيز. في طريقة من غير مايونيز؟ أيوة في أيوة ممكن. هو الصوص اختياري طبعا. المايونيز فيه، إحنا ممكن نعمل الصوص باللبن الزبادي مع الطحينة والليمون والثوم بس، ونستغني عن المايونيز. يا سلام، ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه تعزمنا عليها شيف وحيد باذن الله. انا وراها اكيد. شكرا شيف، سلم ايدك. مرحبا بكم ان شاء الله. ليله تسلم ايدك شيف وحيد، وطبعا شيف فهد بخاري ايضا اللي حيتناوبوا كل يوم وصفات رمضان باذن الله على هوا البانوراما فهم في برنامج احلى صباح. شكرا شيف وحيد. الله نتشرف معكم. العفو، يا مرحبا، حياك الله. شكرا لك، اهلا وسهلا.